السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في هذا الدرس الجديد وفي هذه الحلقة الجديدة. إذن درس اليوم سيكون حول طريقة تغيير اللغة في برنامج أدو بريمير 2020 آخر إصدار. إذن أعزائي كل ما عليكم فعله هو الدخول إلى البرنامج. ننتظر قليلا. ثم نختار نوفو بروجي. ثم نكتب أي اسم. الآن فقط نقوم بالشرح. وبعدما يكتمل فتح البرنامج نضغط على كنترول F12. كنترول F12 كما هو واضح في الشاشة. ثم نضغط هنا لإظهار هذه القائمة. بعد ذلك نضغط هنا ومن ثم ننزل إلى الأسفل أو ننزل قليلا نبحث عن كلمة Application Longer. إذن ها هي هنا. ثم نمر إلى هذا الجانب ونقوم بتحديد هذين الحرفين FR ونقوم باستبدالهما بON ميونسكيل أي صغيرة. وهنا نقوم باستبدالهم بUS هكذا إخواني. ثم نقوم بغلق هذه النافذة والخروج من التطبيق ومن البرنامج. ثم نعيد الدخول مرة أخرى. ننتظر حتى يكتمل تنصيب اللغة للبرنامج. بعد الدخول نختار نو بروجي. إذن كما تلاحظون فقد تم تغيير اللغة من الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية بنجاح وبدون الحاجة إلى تحميل تطبيقات أخرى أو إلى فعل أي شيء آخر. كما تلاحظون كل شيء أصبح باللغة الإنجليزية. ومن يريد عكس ذلك يطبق نفس الخطوات، يستبدل بON بFR الفرنسية و USBFR ماجيسكيل لكي تصبح لغة البرنامج اللغة الفرنسية أو أي لغة أخرى. إذن إخواني إلى هنا تكون حلقة اليوم قد انتهت. أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.